مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو جدا سهلة وسريعة على الطريقة التركية. هيدي الحلو اللي منا نعملها بكوب سميد فقط، حلو تركية وبيعتمدوها كتير الاتراك برمضان، وجدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. اول شي عنا هيدا كوب سميد، منا نبلش الطريقة مع بعض. لازم يكون عنا سميد الخشن. نبلش مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفس كوب المعيار بدي اعير كل المقادير، ممكن اي كوب متوفر عنا نعير فيه، ما في اي مشكلة، مهم نفس الكوب نعير كل المقادير. حط كوب، 2 ماي، حطينا كوبين ماي، كمان كوب سكر، وشوي برش حامض، برش الحامض بيعطي نكهة كتير رائعة. كمان بعصر حوالي ملعقة طعام حامض. حركن منيح مع بعض، بحاول حرك قد ما فيني ليدوب السكر. بس ذاب السكر بحطهن على جنب. هيدا الحلو من الافضل نعملها بطنجرة عشان بعد شوي بتعرفوا ليه بتصير تطرطش كتير. نص كوب فنجان الشاي عنا، زيت نباتي، كمان 100 جرام سمنة، ممكن نستبدل السمنة بزبدة. بنحط السمنة، حطيت السمنة والزيت على الغاز. هلأ قبل ما تدوب السمنة بحط فستق حلبي، بحركن مع بعض. بس دابت السمنة بحط السميد، كمان بحركن مع بعض. واو، ريحة السمنة كتير كتير رائعة، بس مثل ما بقلكن عطول عرفوا السمنة اللي تختاروها شو هي. نقوا السمنة اللي مرتبة للحلويات، عن جد بتعطي كتير نكهة طيبة وريحة رائعة. هلا عنا هيدي المرحلة بيفوروا بهيدا الشكل، ما تهكلوا هم شوي وبيرجعوا بيجمدوا مع بعض، بيتماسكوا مع بعض. بس انتو اهم شي حركوا تحريك مستمر عشان الخليط اللون البني ينخلط معهم كلياتهم، ينمزج بكل سميد.
مثل ما قلت لكم بنستمر بالتحريك عشان اللون البني ينمزج مع كل حبات السميد، وهيدا السميد اللي عم بستعمله سميد خشن. بس صار عنا هيدا اللون الأسمر البني، هلأ بحط خليط القطر. بسم الله، بتركن يغلوا مع بعض. بعد ما غلى عنا الخليط بهيدا الشكل بغطي الطنجرة عشان ما يطير قطر من الطنجرة، حلو يطرطش الدنيا بالمطبخ. هلأ بتركن هيك لتنشف شوي المي. بعد حوالي دقيقتين بس صار عنا العجينة بهيدا الشكل. شربت المي. شو بعمل؟ رح حط ربع كوب حليب، كمان الحليب بيعطي طراوة كتير للعجينة. بخليكن مع بعض. شفتوا شكل العجينة كيف؟ كتير جدا رائع. كمان شو بعمل؟ بحط منشفي بهيدا الشكل وبغطي الطنجرة لتتشرب كل البخار. طفي الغاز وبحط الطنجرة على جنب. حطيت الطنجرة بهيدا الشكل، غطيتها وحطيتها على المجلى. هلأ بتركها حوالي 8 دقايق لحتى لي تتشرب المنشفي كل البخار. هيدا الحلو اللي عملناها بعد 10 دقايق. فينا نحطها 8 دقايق نحط المنشفي لتتشرب البخار، وفينا أكتر. انا حطيتها 10 دقايق صارت بهيدا الشكل. شايفين كيف تشربت كل المي والسميد اللي عنا؟ تشرب السوائل كلها بهيدي الطريقة. هلأ بدنا نحطها بفناجين او اكواب شاي او اي شي متوفر عنا، بس انا راح اعملها بطريقة مختلفة. بعصرت الحامض رح حطن لتاخد شكل حلو رائع. بضغط عليها. حبيت اعملها بعصرة الحامض، بتعطي شكل كتير حلو. عرفتوا ليه؟ هن بيعملوها بالفناجين او اكواب كتير صغيرة. ملتا بهيدا الشكل. هلأ حطها بالصحن. بهيدا الشكل طلعت عنا. كمان نفس الشي رح اعمل وحدة تانية. نضغط عليها بهيدا الشكل. كل ما نحط شوي نضغط عليهم عشان يطلعوا جامدين مع بعض، ما يطلع فيه فراغ بيناتهم. شايفين كيف؟ مثل ما شفتوا حلو كتير كتير سهلة ورائعة وما بتاخد وقت أبدا بالتحضير. وعملنا الحلو خطوة بخطوة مع بعض لتنجح 100% معكم.
هلا بحطها بالصحن بهيدا الشكل. هيدا الحلو اللي عملناها التركية بعد ما حطيت عليها كمان الجوز. اتمنى الحلو اللي عملناها مع بعض تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة، وباي باي. ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.